هنا بيقول مثلا هنا ان الـ AB equals الـ CD، فعشان كده نستفيد هنا الايه؟ ان الـ MX هتكون equals الـ MY. الـ ME عشان كده بيقول لك since ان الـ ME، فين الـ ME؟ اهوت الـ ME هتكون equals مين؟ الـ MF. ليه؟ تراديوي. هنستفاد بقى ايه؟ ان الـ AX هتكون equals الـ FY. الـ AX هتكون equals الايه؟ الـ FY. لما عملنا هنا ايه؟ subtracting، يبقى تاني كده، فبيقول لك هنا ان الـ MX equals الـ MY، وجايب لك في الاساس اصلا الـ ME equals الـ MF على فكرة، وبيمهد لك لمسائل بروف. فلو عملنا subtracting ME لما نشيل منها الـ MX هيطلع لك الـ XE. نفس الكلام هنا برضو، هيكون هما الاتنين دولت برضو ايه؟ هيكونوا equals بعض. طيب هنا برضو تاني بيقول لك هنا ان الـ AB equals الـ CD، الـ AB equals الـ CD، تمام. فالـ ME هتكون equals الـ MF. الـ equidistance دول برضه هيكونوا ايه؟ equal. طب انا عايز اطلع الـ value بتاعت الـ X، انا عايز هنا اطلع الـ value of الـ X، هيكون equals الـ إيه؟ هنساوي دي بدي، يعني احنا هنساوي دي بدي، هنساوي الـ ME بالـ MF. ليه؟ علشان هما الاتنين equal، يعني x بلس 2 هنساويها بال 6، هنودي دي الاذر سايد، فال x في الحاله دي تطلع لك بكام؟ 4 سنتيمتر. طب هنا بقول لك انا عايز اللينس بتاعت السي دي، السي دي بكام سنتيمتر؟ ما احنا طلعنا ال x ب 4، يبقى هتكون 3 ملتبلاي ال 4 بلس ال 4، يعني 12 بلس ال 4 هيكون ايكوالز 16. طيب اللي بعديها برضو هنا بيقول بي ايه؟ ان الاي بي ايكوالز السي دي والانجل دي 100، او هنا بيقول الام اكس هتكون ايكوالز مين؟ ما هو قال لي هنا التو كوردز هنا بيكون ايكوالز، فاكيد الام اكس هتكون ايكوالز الام واي. طب ان ذا تراينجل اكس ام واي ميجر انجل دي 100، فالميجر انجل ام اكس واي ديت، ما الترينجل ده، ما الترينجل ده هيكون كده ايسوسيلس، ما الترينجل ده، ما الترينجل ده هيكون ايسوسيلس. يبقى 180 ماينس ال 100 هيطلع لك ب 8 ديفايدد 2، هيطلع لك كل انجل بتطلع بكام؟ 40. طب ايسوسيلس ليه؟ ما احنا لسه قايلين من شويه ان الايكوديستنس دولت الام اكس والام واي دولت بيكونوا ايه؟ ايكوال. طيب هنا برضو تاني الام والان هنا بيقول ار 2 كونجرنت سيركل، وخلي بالك من كلمه كونجرنت circles، فال AB equals CD، ال AB equals CD، فهتستفاد ان ال MX هتكون equals NY على طول كده، ال equidistance بيكون equals، فالفيجر MXYN، MXYN هيكون ايه؟ يعني هيكون ايه يعني؟ هيكون rectangle. لا ده لسه بيقول هنا ال MX هتكون equals مين؟ بقول له هنا ال MX هتكون equals NY، والفيجر ده هيكون ايه؟ rectangle. هتقول لي الحاجات ايه الحاجات التافهه دي؟ مش كده، لا ما تبصلاش كده، هو بيمهد لك للمسائل اللي جايه بعديها في مسائل بروف. الحاجات دي مهمه جدا لان هي دي المفاتيح اللي هتخليك تحل مسائل بروف زي دي مثلا. يعني برضو بيقول لي هنا الام اكس ايكوالز الام واي، الام اكس اكس ايكوالز الام واي، فالواي دي، الواي دي دي ب 7. ما هو لما يجي يقول الام اكس ايكوالز الام واي هنستفاد هنا ان التو كوردز دولت برضو هيكونوا ايكوال. طيب انت عندك ديت الواي دي هتكون ميد بوينت، وفي الدي سي دي ب 7 دي برضه هتطلع ب 7، يبقى الدي سي كام؟ 14. يبقى الاي بي دي برضه هتطلع لك بكام؟ برضه 14 سنتيمتر. شوف برضه اللي بعديها هنا بيقول لك ان الام اي ايكوالز الام اف، هنستفاد ان التو كوردز دولت هيكونوا ايكوال، الاي بي ده هيكون ايكوالز ده، فعشان كده بقول السي دي ايكوالز كام؟ مش ايكوالز كام، ده انا اقول له السي دي ايكوالز الاي بي. طب عايز الفاليو بتاعت الاكس، ما انا لسه قايل هنا ان التو كوردز دول بيكونوا ايكوال، طب ما يساووا ببعض، ما انا بقول له هنا ان السي دي ايكوالز الاي بي، السي دي اللي هو 5 اكس بلس ال 1 هساويها ب 16، هنودي ال 1 دي الاذر سايدز، يبقى 5 اكس هتطلع لك بكام؟ 16 ماينس ال 1 تطلع لك ب 15، ديفايد ال 5 هنا وديفايد ال 5 هنا
يبقى الاكس في الحاله دي يطلع لك بكام؟ يبقى الاكس هنا يطلع لي ب 3 سنتيمتر. طب هنا بيقول لك الاي ام ايكوالز كام سنتيمتر؟ ما احنا طالعين اكس ب 3، يبقى 2 ملتبلاي 3 يطلع لك ب 6. طب الاي ام بكام سنتيمتر؟ الاي ام اللي هو ده، قال لا ده يعتبر راديوس بالظبط بتاعت السيركل بالظبط. طب ماشي هتطلع بكام؟ الاي ام دي ب 6. طيب الاي ديت هتكون ميد بوينت في الاي بي، ما دام بربندكولر يبقى اكيد هيكون في ميد بوينت. الاي بي دي ب 16، فهنجيب الهاف بتاعت الاي اي ديت هتطلع ب 6 الاي ده، وده كده يعتبر رايت انجل ترينجل. هنستخدم بايساجر السيرم عشان نجيب اللينس في الاي ام، نستخدم بايساجر السيرم هتطلع لك في الاخر بكام؟ ب 10، يطلع لك ب 10 سنتيمتر. طيب هنا نفس الكلام، الام دي ايكوالز الام اي، يبقى التو كورد دولت هيكونوا ايكوال. الاي بي ايكوالز السي دي، يعني ميجر انجل بي هتكون ايكوالز ميجر انجل سي ب 65. ميجر انجل ايه بتطلع بكام؟ خلاص بقى ما احنا عرفنا دي ب 65 دي 65، يعني هتطلع لك في الاخر 130 نعمل بلس وماينس فروم 180، فالميجر انجل ايه بيطلع بكام؟ 50 ديجري. طيب المساله دي كمان برضو بيقول هنا ان في بارلل، ولو جيت تلاحظ هتلاقي التو ترينجل دول بيكونوا انترسكتنج وكمان ايه كونجرنت. ليه؟ لانه قال هنا ان ام بي ايكوالز الان سي. تمام، بيقول هنا ان الام ان الام ان الام ان فين فين الام ان بارلل تو بي سي كل ده، فعشان كده ام اكس هتكون ايكوالز مين؟ الام اكس. فبيقول لي هنا ان الام اكس هتكون ايكوالز مين؟ اكيد هتكون ايكوالز الان واي. ليه؟ ما هو الشكل ده هيكون ريكتانجل، عشان ده بربندكولر وده بربندكولر، ده رايت انجل وده رايت انجل، فهيكونوا التو انجل دولت هيكونوا انتيريور، ومنها هيكون نسبه الام اكس هتكون بار الان واي، فاكيد هتكون ريكتانجل. طب هنا بيقول لي التو سيركل دولت الام والان ار اي هيكون ار كونجرنت، عشان كده بقول لي الاي بي ايكوالز مين؟ الاي بي ده هيكون ايكوالز الاي سي. المساله دي مهمه جدا، مش علشان هي كومبليت، برضو زي ما قلت لك بيمهدها لك لمسائل ثانيه، بيمهد لك لمسائل ثانيه جايه. شوف هنا بقول لك هنا اثبت لي ان الام اكس هتكون ايكوالز الام واي، بقول لك هنا اثبت لي ام اكس هتكون ايكوالز الام واي. مسألة سهلة على فكرة، انت لو بصيت لها كده بصة كده هتلاقيها سهلة. فكرة المسألة ديت بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك هنا ان الام از سيركل والاي ب 60 والاكس هتكون ميد بوينت في الاي سي والواي ميد بوينت في البي سي، ماشي. وعندك كده بيقول لك ان الاف اكس ديت هتكون ايكوالز الواي اي. اثبت لي ان الترينجل اي بي سي ده هيكون ايكوليتراترال. طيب انت عندك اول حاجه ايه؟ بالراحه خالص كده. عندك هنا اول حاجه ان الام اف ايكوالز مين؟ الام اي، صح ولا لا؟ صح. يبقى انا اقول له كده، اقول له سينس ان الام اف في البدايه كده خالص، اقول له هنا سينس ان الام اف ديت بتكون ايكوالز الايه؟ الام اي. ليه؟ راديوي راديوس. وعندك كده ان ام اكس اف ايكوالز الواي اي، فلما نعمل سبتراكتنج يعني الجزء ده نشيل منه الجزء ده، والريدز ده برضو نشيل منه الجزء ده، بقول له هنا سبتراكتنج دي هنسمي دي مثلا 1 ودي هنسمي هنا 2، بقول له سبتراكتنج 2 فروم ال 1، هيطلع لك في الاخير اقول له كده ازاي ان الام اكس هتكون ايكوالز الام واي، الام اكس هتكون ايكوالز الايه؟ الام واي. يبقى انا كده ثبتت هنا ان الديستنس هنا او الايكواديستنس هنا بيكون ايه؟ ايكوال الام اكس هتكون ايكوالز الام واي. طب الراجل ده هنا قال لك ايه؟ قال لك ان الاكس ميد بوينت في الاي سي، سينس ان الاكس از ميد بوينت في الاي سي هنستفاد ايه؟ هيكون هنا في بربندكولر،
ام ام ال ان الام اكس هتكون بيربنديكولار اون اي سي، سينس ان الواي بت بوينت في البي سي يبقى الام واي هتكون بيربنديكولار اون بي سي. ما دام هنا بيربنديكولار وهنا بيربنديكولار، فعشان كده هنستفاد ان التو كوردز دولت ان الاي سي هتكون ايكوالز السي بي. يبقى انا اقول له كده سينس اكس ميد بوينت في الاي سي يبقى الام اكس بيربنديكولار اون اي سي، ونفس الكلام برضو الواي من بوينت في البي سي يبقى الام واي هتكون بيربنديكولار اون بي سي. يعني عشان كده اقول زين ان التو كوردز بقى هتكون ايكوالز الاي سي هتكون ايكوالز البي سي. يبقى تراينجل اي سي بي ده هيكون ايه؟ ايسوسيلس. يعني ميجر انجل اي ايكوالز ميجر انجل بي ايكوالز 60 ديجري، يبقى زين ميجر انجل سي برضو هتطلع لك بكام؟ 60 ديجري. يبقى تراينجل ده هيكون ايه؟ ايكوالاترال. تمام. طب المسألة اللي بعديها ديت مسألة سهلة جدا ومش فيها أي حاجة، خلي بالك إنه قال لك هنا يعني جابها لك كده إيه في الدرة كده، الـ AB والـ AC are two chords equal in length، يعني ما جابلكش وقال لك equal، لا جابها لك كده بـ expressions كده، والـ X من بوينت 1 من بوينت، عايز إيه؟ قال لك أنا عايزك تطلع لي ميجر أنجل دي إم إيه؟ نفس الكلام ده، المسألة دي قديمة أصلاً. قالوا لنا سينس إن الـ Y من بوينت في الـ AC فالـ MY بيربنديكولار للـ AC فدي هتطلع بـ 90 ديجري. Since ان الاكس من بوينت في الاي بي فالام اكس بيربنديكولار اي بي فالميجر انجل ام اكس اي دي برضه هتكون تطلع بكام؟ ب 90 ديجري. Since واي اي اكس ام ده هيكون كوادراترال سم اوف اتس انتيرنال انجل ايكوالز 360، فهنقول 360 ماينس السم بتاع الانجلز دي كلها على بعضها هتلاقي ان ميجر انجل ام طلع لك بكام؟ 110 ديجري. دي اول حاجه ما فيش فيها اي مشكله خالص. طب هنا بيقول لك بقى ايه؟ اثبت لي معلش اثبت لي ان الاكس دي هتكون ايكوالز الواي ايه. سهله جدا. ليه؟ لانه قال لي هنا في الاساس اصلا قال له هنا سينس ان الاي سي ايكوالز الاي بي تو كوردز ايكوال لينث، وما دام هنا التو كوردز هنا بيكونوا ايكوال يبقى اكيد الاكوا ديستنس برضه هتكون ايكوالز. عشان كده اقول له كده زين ان الام واي هتكون ايكوالز الام اكس، الام واي هتكون ايكوال الام اكس، واسمي دي نمبر 1. وانا عندي في الاساس اصلا ان الام اي هتكون ايكوالز الام دي نمبر 2، هقول له سبتراكتنج زي المسألة اللي فاتت، هقول له سبتراكتنج ال 1 فروم 2 هيطلع لك ايه في الاخر؟ هيطلع لي هنا ان الواي اي هتكون ايكوالز الاكس دي، الواي اي هتكون ايكوالز الاكس دي، بس كده. طيب المسألة اللي برضه اللي بعديها هنا المسألة بيقول لك انا عايز اثبت لي ان الاكس دي هتكون ايكوالز الواي اي. مع العلم اللي جاب لك هنا وقال لك ان التو كوردز دول بيكونوا ايه؟ ايكوال ار ايكوال اللينث. وقال لك هنا بيجي يقول لك هنا الاكس از ميد بوينت في الاي بي. طيب لما يجي يقول لك ان الاكس از ميد بوينت في الاي بي يبقى الام اكس هتكون بربنديكولار اون اي بي. يبقى انا اقول له كده سينس الاكس از ميد بوينت في الاي بي، فعشان كده هنستفاد ايه؟ اقول له هنا الام اكس هتكون الاكس از ميد بوينت في الاي بي، هنستفاد ام اكس هتكون بربنديكولار اون اي بي. طب الراجل ده بيقول لك ان الاي بي ايكوالز الاي سي، الراجل ده بيقول لك ان الاي بي ايكوالز الاي سي، هنستفاد ايه؟ اقول هنا سينس ان الاي بي ايكوالز الاي سي، هنستفاد ان الايكوديستنس بتاعتهم هتكون ايكوالز، عشان كده هقول له كده زين ام اكس هتكون ايكوالز الام واي. واحنا عندنا هنا الام دي اصلا بتكون ايكوالز الام اي، ليه؟ راديوس الام دي ايكوالز الام اي ايكوال راديوس، عشان كده اقول له سبتراكتنج زي المسائل اللي فاتت بالظبط كده، اقول له سبتراكتنج ممكن اسمي ديت 1 وممكن اسمي دي 2، اقول له سبتراكتنج ال 1 فروم 2، يعني الام دي هنشيل منها الايه؟ الام اكس، والام اي نشيل من الام واي. اقول له زين هنستفاد ايه؟ هنستفاد هنا ان الاكس دي هتكون ايكوالز الاي الواي الاي الواي اي. ده الفيرست ريكواير. طب انت عايز ايه تاني بعد كده بقى؟ انت عايز ايه بعد كده تاني؟ امسح لي بس كده. بقول لك اثبت لي ان ميجر انجل اكس واي بي اكس واي واي اكس بي واي اكس بي اللي هي الانجل دي كلها على بعضها
هتكون ايكوالز الميجر انجل دي كلها على بعضها. سهله. انت عندك هنا ركز بس معايا، ركز بس ايه معايا كده. اول حاجه هنا احنا قلنا الميجر انجل ام اكس بي ديت بربندوكلر صح، دي ب 90 ديجري اه، والام اي واي سي برضو بكام، ب 90 ديجري، وهو هنا جايبها لك هنا بربندوكلر صح ولا لا؟ صح. يبقى الميجر انجل دي ايكوالز الميجر انجل دي صح. صح يا مستر، اخلص ماشي. واحنا ثبتنا من شويه ان الام اكس ايكوالز الام واي الايكوال ديستنس صح، الام اكس ايكوالز الايه الام واي، فالتراينجل الترينجل عامل كده، فالترينجل ده هيكون ايزوسيلس. فمعنى كده ان ميجر انجل 1 هتكون ايكوالز الميجر انجل ايه 2 صح. صح يا دي النيله. فاقول له بقى هنا ادنج ميجر انجل 1 2 الميجر انجل اللي هي ب 90 ديت، وادنج ميجر انجل 2 2 ميجر انجل اللي هي برضه ب 90 ديت، وبس. هو اللي بس خلاص كده خلصت. يبقى انا بقول له هنا ادنج ميجر انجل 1 2 ميجر انجل ام اكس بي، وميجر انجل 2 2 انجل ام واي سي. بعد كده يطلع لك الريكواير. تمام كده، تمام تمام. طيب هنا بيقول لك ان الاي بي اند الاي سي ار تو كوردز ايكوال اللينث، ايكوال اللينث ان ذا سيركل ام. ماشي، تعالى كده نرسم السيركل. ذا سيركل وقال لك هنا ان الاي بي والاي سي ار تو كوردز ايكوال، ادا الاي بي وادا الاي سي، هنا اي بي و اي سي ان ذا سيركل ام، ده سيركل ام. ماشي نطلع فوق شويه. بيقول هنا ان الاكس اند الواي ار ذا ميد بوينتس اوف الاي بي اند الاي سي ريسبكتيفلي. الاكس ميد بوينت اوف الاي بي، ده الاكس، والواي ميد بوينت اوف الاي سي. يبقى هنضطر هنا بقى نرسم الايه الاكواديستنس كده، دي كده ودي كده. ولكن ميجر انجل ام اكس واي، ام اكس واي هنضطر نرسم ده كمان، ام اكس واي ده هي بكام؟ ب 30. طيب قال لك اثبت لي ان ميجر ان تراينجل ام اكس واي ده هيكون ايسوسيلس. على فكره يعتبر نفس فكره المساله اللي فاتت. واثبت لي كمان ان الاي اكس واي اللي فوق ده هيكون ايكوالاترال. بس كده فكرة المسألة. هنا هو بيقول لك في الأساس هنا إن الـ AB والـ AC are two chords equal a length يعني in the circle M. كل ده لازم تقوله في الأول. أقول له هنا since إن الـ X mid point of the AB، الـ X is the mid point of the AB، يبقى الـ MX perpendicular to the AB. وبعد كده واقول له برضه نفس الكلام الواي از ذا ميد بوينت وفي الاي سي، يبقى برضه الام واي هتكون بربندكولار للاي سي. وسنس الاي سي ايكوالز الاي بي فاكيد هيكون الايكواديستنس برضه الام اكس، الام واي هتكون ايكوالز الام اكس، الام اكس هتكون ايكوالز للام واي، زين تراينجل ام اكس واي هيكون ايسوسيلس تراينجل. طب هنا بيقول لك اثبت لي ان التراينجل اللي فوق ده هيكون ايكولاترال تراينجل، يعني معنى كده اثبت لي ان كل انجل فيه هتكون ب 60 ديجري. سهله. اقول لك ليه؟ انت مش لسه قايل من شويه دلوقتي ان في هنا بربندكولر؟ يعني انت قايل هنا من شويه ان الام واي بربندكولر اي سي، يعني ميجر انجل ام واي اي دي هتطلع ب 90 ديجري. قبلها خالص، قبلها خالص، تعالى كده مزوم لك بس عشان يبقى انت شايف معايا. انت عندك هنا، انت عندك هنا ان احنا قلنا ان ام واي ايكوالز الام اكس، فالترنج ده هيكون ايسوسيلس، فالميجر انجل ب 30 ده بيطلع بكام؟ ب 30. عايزك تكتب كل ده. طب احنا قلنا الام واي بربندكولار اون اي سي، يعني ميجر انجل ام واي اي تطلع ب 90 ديجري. طب انا عندي هنا ميجر انجل ام واي اكس ب 30، يبقى ميجر انجل اكس واي اي تطلع بكام؟ 60. بعد ما تقول 90 ماينس 30 ايكوال 60. نفس الكلام هنا برضو كذلك، سيميلاري
ان هنا برضو الميجر انجل ام اكس واي هنا ب 30 يبقى زي الميجر انجل واي اكس اي هتطلع 90 ماينس 30 تطلع لك بكام 60. يبقى دي ب 60 ودي ب 60 يبقى الثيرد انجل اللي فوق دي برضو هتطلع لك بكام 60. بس كده. يبقى كده الترينجل ده هيكون ايه؟ هيكون يا معلم ايه؟ هيكون ايكواليتي ريتروب. تمام. نرجع تاني. بقول لك هنا اثبت لي ان الترينجل انا عايز الليمس بتاعت الاي واي. ده سؤال حلو. تحس ان هو صعب بس هي صعوبه المساله بسهولتها. صعوبه المساله في سهولتها بجد يعني. مساله سهله جدا 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 يعني. المساله ديت بيقول لك هنا ان الاي بي ايكوالز الاي سي او السي دي. الراجل ده بيقول لك هنا ان الاي بي ايكوالز السي دي. انت عايز ايه؟ انا عايز اللينس بتاعت الاي واي. لا دي انت عشان تجيب اللينس بتاعت الاي واي كانك هتجيب اللينس بتاعت الاي اكس. عشان تساوهم ببعض اصلا ما ينفعش انك تساوهم ببعض الا لما تقول ان الام اي ايكوالز الام دي. هو مش من دماغي كده اقوم قايل له ايه؟ ان الاي اكس ايكوالز الاي واي يلا. ما ينفعش. طب الراجل ده اداك حاجه حلوه قوي. قال لك هنا ان الاي بي ايكوالز الدي سي. وانت عندك اصلا في الاساس ان الام بي ايكوالز الام سي راديوس راديوي يعني. يبقى هنستفاد هنا ان الام ايه هتكون ايكوالز الام دي. ممكن تعمل سبتراكتنج. يبقى دي 1 ودي 2 واقول له برضه نفس الكلام اقول له سبتراكتنج 1 فروم 2 لما ان الاي بي هنشيل منها الام بي ودي برضه نشيل منها دي هيفضل ام اي ايكوالز الام دي. وقالوا لنا سنس الام اي بربندكلر اون اي اكس والام دي بربندكلر اون اي واي. فمعنى كده ان الاي اكس هتكون ايكوالز الاي واي. الاي اكس ايكوالز الاي واي. سنس ان الاي ميد بوينت اوف الاي اكس يبقى دي ب 3 دي برضه تطلع لك ب 3. يبقى الاي اكس بكام؟ ب 6. يبقى الاي واي بكام؟ برضه هتكون ب 6 سنتيمتر. سؤال حلو مش صعب يعني سهل. محافظة القليوبية. فكرة المسألة هنا بقول لك الام والان ار تو سيركلز انترسكتد ات ذا بوينت الاي والبي. يعني جايب لك من الليسن اللي فات. وقال لك هنا ان الام اكس بربندكولار اون اي سي. وقال لك كمان ان الانترسكت الاي سي ات ذا بوينت الاكس انترسكت ذا سيركل ام اند الواي. الام ان انترسكت الاي بي ات ذا بوينت دي. جاب لك كده معلومه مهمه وقال لك ان الاي سي ايكوالز الاي بي. عايز ايه؟ قال لك اثبت لي هنا ان الاكس واي هتكون ايكوالز الدي اي. اكس واي ايكوالز الدي اي ده الجزء ده. طيب اول حاجه هنا الام والان ار 2 سيركلز انترسكت ات ذا بوينت الاي والبي. قلت لك قبل كده الطقم ده لازم يتقال. يبقى زين الاي بي از ا كومن كورد. فالام الام ان بربندكولار اون اي بي اللي هو اللاين اوف سنتر ده هيكون بربندكولار عليه. يبقى انا اقول له كده بعد ما اقول له كده اقول له كده زين ان الاي بي زين الاي بي از ا كومن كورد. فعشان كده الام ان هيكون بربندكولار على مين؟ على الاي بي. عشان كده نستفاد برضو ان الام دي هتكون بربندكولار اون اي بي. الام دي هيكون بربندكولار اون مين؟ اون اي بي. وانت عندك هنا برضو الام اكس بربندكولار اون اي سي. وجايب لك هنا وقال لك الاي بي ايكوالز الاي سي. التو كوردز هنا بيكونوا ايكوال فالايكوديستنس برضه هتكون ايكوال. زين الام اكس هتكون ايكوال زمين الام دي. سمي ده نمبر 1. وعندي هنا ان الام واي الام واي هتكون ايكوالز الام اي الام اي راديوس. الام واي هتكون ايكوالز الام اي راديوس. برضه هسميها هنا ايه؟ نمبر 2. وقال له سبتراكتنج 2 فروم 1.
subtracting 2 from ال1. هنشيل بقى الام ام دي والام اكس، هيتفضل لي ان اكس واي هتكون ايكوالز الدي اي. تمام جدا. طيب شوف برضو المسألة اللي بعديها. المسألة دي برضو سهلة جدا، ما فيش فيها اي حاجة. بقول لك هنا عندنا تو سيركل هنا بيكون انترسكتنج في البوينت الاي والبي، والاي من بوينت هنا والزد من بوينت، وقال لك هنا الام اي بيكون ايكوالز الام ال، والان ال ايكوالز الان زد، وفي هنا بريبندكولار. اثبت لي هنا، بقول لك اثبت لي هنا ان الواي اكس يكون ايكوالز سي دي. طيب هنقولها ازاي؟ اول حاجه هنا في السيركل ام، في السيركل ام يعني انت في البدايه كده تقول له سيركل ام انترسكت ذا سيركل ان ات ذا بوينت الاي والبي، فالاي بي ديت هتكون از ايه؟ ا كومن كورد، از ايه؟ ا كومن كورد. فعشان كده هنستفاد ايه؟ ان الام ان هتكون بيربندكولار اون اي بي. عشان كده اقوله كده كده زين، الام ان هيكون بيربندكولار اون اي بي. تمام كده؟ تمام. وعندي هنا برضو الاي ميد بوينت اوف سي دي، اقول هنا سينس ان الاي ميد بوينت اوف السي دي هنستفاد ايه؟ يبقى الام اي هتكون بيربندكولار اون سي دي. طب اقول هنا سينس ان الام ال ايكوالز الام اي الايكوديستنس، هنستفاد ايه؟ هنستفاد هنا ان الاي بي اللي هو الكورد هنا والكورد هنا هيكون ايكوالز السي دي، ونسميها دي نمبر 1. ادخل بقى على سيركل ان، نفس الحكايه برضو. في ايه؟ عند ال ان ال بربندكولار اون اي بي، وعند هنا ان ال ان زد بربندكولار اون اكس واي، وهو جايب لي هنا قال لي وان زد ايكوالز ال ان ال. يبقى هنستفاد ايه؟ هنستفاد ان الاي بي هتكون ايكوالز الكارد ده اللي موجود في السيركل ان ده، برضو هيكون ايكوالز مين؟ الاكس واي، واسميها هنا ايه؟ نمبر 2. واسميها ايه؟ نمبر 2. وقالوا from 1 and 2 شيل متشابه، يبقى السي دي هتكون ايكوالز الاكس واي، السي دي هتكون ايكوالز الاكس واي. بس كده، بس كده. المساله دي بقى بيقول لك هنا ايه؟ الاي والبي، بيقول لك هنا ان الاي والبي الاي بي اند الاي سي ار تو كوردز ان ذا سيركل ام. طب تعالى كده نرسم سيركل ام، نرسمهاش هنا. ولكن ان الاي بي والاي سي ان ذا سيركل ام تو كوردز ان ذا سيركل ام كده وكده، ماشي. هنا اي بي والاي سي، الام اكس اللي هو السنتر بتاعت السيركل اهيت، قالك هنا بيكون بريبندكولر ان اي بي. والواي از ميد بوينت في الاي سي، ميجر انجل اي بي سي ايكوال 75، اي بي سي ايكوال 75 ديجري. يبقى هنضطر نرسم، نقفل الشكل ده. ايه كمان؟ ال ام اكس ايكوالز ال ام واي، عايز ميجر انجل بي اي سي. هنا بيقول لك، بيقول لي هنا انا عايز ميجر انجل بي اي سي. احنا عندنا هنا بيقول لك اثبت انا عايز ميجر انجل بي اي سي، يعني سهل جدا. ليه؟ هو الراجل ده بيقول لي هنا ان الواي ميد بوينت في الاي سي، فالام واي بيربندكولار الاي سي، يا سلام. والام اكس بيربندكولار اون اي بي، كويس جدا.
طيب معنى، وقال لي كمان الام واي ايكوالز الام اكس، يبقى الراجل ده بيوفر لي كل حاجه، يبقى هنستفاد الاكواديستنس بيكون ايكوال، يبقى الاي سي ايكوالز الاي بي، يبقى الترينجل ده يكون ايه؟ ايسوسيلس. يبقى الترينجل ده يكون ايه؟ ايسوسيلس ترينجل. يعني ميجر انجل بي هتكون ايكوالز الميجر انجل سي ايكوالز 75 ديجري. يبقى ميجر انجل ايه بقى تطلع لك بكام؟ ديات بلس ديات، ونعمل سبتراكت فروم 180، هيطلع لك دي بكام؟ 30 ديجري. وبس كده. تمام. طب هنا بقى في السكند ريكواير بيقول لك اثبت لي ان البريميتر بتاع ترينجل اي اكس واي، اي اكس واي بيقول لك اثبت لي ان الاريا بتاع ترينجل اي اكس واي دوت، يعني نعملها بلون تاني بس عشان يبقى انت ايه؟ محدش يحول الواد ده ياد النيل اللي هو ده. البرميتر بتاع ترينجل ده هيكون ايكوالز الهاف البرميتر بتاع ترينجل اي بي سي كله على بعضه. يعني هو بيقول لك اثبت لي هنا ان الاريا بتاع ترينجل ده او البرميتر بتاع ترينجل ده اللي فوق ده هيكون ايكوالز هاف البرميتر اوف ذا ترينجل اي بي سي. ده مساله دي في اولى اعدادي، المساله دي بتاعت اولى اعدادي. فكره المساله هنا يعني برضو احنا قلناها كتير، لما يجيب لك ترينجل ويجيب لك هنا في ميد بوينت وهنا ميد بوينت، بتلاقي ان السايد ده بيكون ايكوالز الهاف مين الاوبوزيت سايد ده. طب ده برضو اللي احنا نقوله هنا، يعني اقول له هنا ايه؟ ان اول حاجه اقول له هنا ان الواي دي ميد بوينت في الاي سي. هنستفاد ايه بقى؟ ممكن تقول لي ان الاي واي ايكوالز الواي سي، بس انا مش عايز الحته ديت، لان هو هنا عايز نعمل كومبيرنج بتوين الترينجل اي اكس واي مع الترينجل الكبير اللي هو الاي بي سي. فعشان كده اقول له هنا ايه؟ اقول انا سينس الواي ميد بوينت في الاي سي، فهقول له زين الاي واي ايكوالز الهاف الاي سي. الاي واي هتكون ايكوالز الهاف مين الاي سي، واكتب قصادها نمبر 1. وبرده نفس الكلام هنا، الاكس ميد بوينت في الاي بي، يبقى الاي اكس هتكون ايكوالز الهاف الاي سي الاي بي اسف. طب انت عندك الواي ميد بوينت والاكس ميد بوينت، الواي ميد بوينت في الاي سي، اكس ميد بوينت في الاي بي، يبقى الاكس واي ايكوالز الهاف البي سي. يبقى فروم 1 اند 2 اند 3 هنستفاد ايه؟ اهو اي واي لو جمع عملنا ادنج لكل ده، اي واي بلس الاي اكس بلس الاكس واي كل ده بلس، يبقى زين بريميتر اوف ترينجل اي اكس واي هتكون ايكوالز هاف وهاف وهاف، هناخدها ممكن تساويها تاخدها كومن فاكتور، هقول له تيكنج الهاف دي كومن فاكتور كده، هاف الاي سي بلس الاي بي بلس البي سي، اللي هو مين بقى الاي سي بلس الاي بي بلس البي سي؟ اللي هو الترينجل الكبير اللي هو الترينجل الاي بي سي. فهقول له عشان في كده اقول في الاخر زين بريمتر اوف ذا ترينجل اي اكس واي ايكوالز الهاف ذا بريمتر اوف ترينجل اي بي سي. وبس، وهي ديت قصه حياتي. طيب شوف اللي بعديها، تو كونسنتريك سيركلز. تو كونسنتريك سيركل يعني في تو سيركل داخلين جوه بعض. تمام، ات الام ما فيش مشكله. وقال لي هنا الاي بي، يا سلام، اذا كورد والاي والاي زد برضو ان ذا جريتر سيركل اند كاتس سمولر سيركل في بوينت سي ودي، والاي زد برضو اذا يعتبر برضو كورد. فقال لي الميجر انجل دي ايكوالز الميجر انجل دي، عايز يخلص. قال لي اثبت لك، اثبت لي ان السي دي هتكون ايكوالز الاكس واي. واختصارا فكره المساله ان احنا نعمل كونستراكشن اللي هو الايه؟ هتكون مثلا ام هنا وام هنا بريبندكولر، ده بريبندكولر وده بريبندكولر، هنسمي ده مثلا هنا اف ونسمي هنا مثلا ده اكس بريبندكولر. طيب اقول له هنا ان ذا جريتر سيركل، ان ذا جريت سيركل ايه اللي فيه؟ عندي ميجر انجل بي ايكوالز الميجر انجل سي زد، سينس ميجر انجل بي ايكوالز ميجر انجل زد. يبقى هنستفاد ايه؟ ان الترينجل ده هيكون اسوسيلس. يعني برضه هنستفاد ايه؟ هنستفاد ان الاي بي هتكون ايكوالز الاي سي الاي زد.
طب انا ما استفدتش حاجه ازاي يا معلم؟ لما يكون عندك التو كوردز دولت بيكونوا ايكوال في الجريتر سيركل، احنا بنتكلم في الجريتر سيركل اه، وكمان عندك الام اف بربندكلر ان سي دي والام اكس بربندكلر ان اكس واي، يبقى هنستفاد ايه؟ ايه؟ هنستفاد هنا ان الام اف هيكون ايكوالز الام اكس، هنستفاد هنا ان احنا هنسميه دي اكس ليه؟ معلش ما كانش ينفع اسمي اكس عشان في اكس كمان، هنسميه ايه؟ يبقى انا بقوله تاني كده، اقول هنا سنس الام اف بريمندكلر اون اي بي في الجريتر سيركل والام اي بريمندكلر اون اي زد، فهنستفاد ايه؟ قول هنستفاد ايه؟ هنستفاد هنا ان الام اف هتكون ايكوالز الام اي. ادخل بقى على سمولر سيركل بقى. ان ذا سمولر سيركل اقول هنا سنس الام اف ايكوالز الام اي، هنستفاد ايه؟ هنستفاد ان التكورد سي 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 دي ايكوالز الاكس واي. بس هتقول قبلها اقول له سنس ان ذا ان سمولر سيركل اقول له سنس الام اف بربندكلر اون سي دي والام اي بربندكلر اون اكس واي، ما تقولش بقى الاي زد، يبقى زين الام اف هتكون ايكوالز الام اي. هتكون ايه ايكوالز ليه؟ الام اف هتكون ايكوالز ليه؟ الام اي. بس اتمنى ان انتوا يعني ايه ما تكونوش اتلخبطتوا، اتمنى ان انتوا ما تكونوش اتلخبطتوا. فكره المساله هنا بيقول لك اثبت لي ان الاي بي هتكون ايكوالز السي دي. المساله تحس انها شكلها غبيه بس هي شبه اللي فات كله، ما فيش في اي اختلاف خالص. قال لك هنا في البدايه هنا قال لك هنا الاي بي والاي سي دي ار تو كوردز ان ذا سيركل ام والام اكس بربندكلر الاي بي، يعني هكتب كل ده. وقال لي هنا الام واي بربندكلر ان سي دي انترسكت ذا بوينت الاي، ماشي هنستفاد ايه؟ ماشي هنستفاد ايه؟ هنستفاد هنا ان الايكوديستنس برضه هتكون ايكوال، هنستفاد ان الايكوديستنس هنا هتكون ايه؟ ايكوال. خلي بالك هنا، خلي بالك هنا مش الايكوديستنس هتكون ايكوال كده على طول، خلي بالك هنا ان هو قال لك هنا ان الاكس اف ايكوالز الواي اي، تمام. انا اقول له هنا ان الام اف ايكوالز الام اي ايكوالز الراديوي راديوس، هسميها ديت نمبر 1، واقول له هنا ان الاكس اف ايكوالز الواي اي هسميها نمبر 2، واقول له سبتراكتنج 2 فروم ال 1، هنطرح ده الصغير من الكبير. هيتفضل لك ايه في الاخر؟ ان الام اكس هتكون ايكوالز الام واي بعد ما ثبتنا ان في بربندكولر، يبقى كده اقول له زي ان الام اكس هتكون ايكوالز الام واي الايكو ديستنس، يبقى الام اكس هتكون ايكوالز الام واي، يبقى زين الاي بي هتكون ايكوالز السي دي اللي هما تو كوردز، الام اكس هتكون ايكوالز الايه؟ الاي بي ايكوالز السي دي اللي هما اللي هما الكوردز. طب هنا بيقول لك اثبت لي ان اي اف ايكوالز السي اي، تعالى نمسح كل ده كده، اثبت لي ان الاي اف ايكوالز السي اي. انت هنا مش هتجيبهم اللي عن طريق الكونجرنت، ان الترينجل ده والترينجل ده هتثبت ان هما كونجرنت، والكونجرنت لازم يكون عندك 3 كونديشنز، ثلاث حاجات. ايه هي بقى؟ اقول له هنا ان الاكس اف ايكوالز الواي اي، واقول له كمان ان انا عندي هنا ان ان الاكس ميد بوينت في الاي بي والواي ميد بوينت في السي دي، فالاي اكس هتكون ايكوالز الهاف الاي بي والسي واي ايكوالز الهاف السي دي، واحنا لسه قايلين من شويه اصلا ان هم الكوردز اصلا اوريدي اصلا بيكونوا ايكوال، هيكون عندي هنا ان الاي اكس هتكون ايكوالز السي واي. تاني كده تاني، انا عندي الاكس ميد بوينت في الاي بي فالاي اكس يعتبر هاف الاي بي والواي ميد بوينت في السي دي فالسي واي ايكوالز الهاف السي دي، وهم اوريدي اصلا هم الاثنين متساويين، فالاي اكس ايكوالز السي واي، كل ده لازم تكتبه. وعندي ميجر انجل اي اكس اف للميجر اللي هي ب 90 ديت ب 90 ديت، اي اكس اف هتكون ايكوالز الانجل سي واي اف سي واي اي. اقول له كده زين ان تو ترينجل دول هيكونوا كونجرنت، يعني ايه كونجرنت؟ يعني قد بعض في كل حاجه، يعني ايه؟ يعني الاي اف هتكون ايكوالز السي اي لانهم داخلين كمان في الايه؟ في الترينجلز، وبس كده.